حياتي صارت تكون كامل بخير يا رب. اليوم جيت نوريكم العناية بالبشرة كيفاش ندير. يلا نبلش. أول حاجة جبت صابون سواليس والفرشة تاع الوجه، لكن كان تعرفوها دير فانويل. رحت جبت درت فيها الصابون ودرت له كشكشتها يعني الأغويتها، ومن بعد حطيتها على وجهي، وبعد غسلته بالماء. بعد جبت مقشر تاع الفينيش ثاني كيف درته في هذيك، جبتو تعرفو كان مقشر ومنظف، درته في هذيك تاع الفرشات ودرته في وجهي يخليك وجهك رطب روعة طبيعي. ومن بعد غسلت وجهي بالماء كامل، لازم تغسليه بالماء، والحاجة الأهم تغسليه مليح، متخليش تغسليه مليح. من بعد غسلتها هي كما راكم تشوفوا، من بعد جبت المنشفة مسحت وجهي مليح، من بعد بديت مرطب وجهي باش ما ينشفش، درت ليه مرطب هذا والله ما نقول عليكم، شريته 50000 ما نقولش لكم شنو الماركة. المهم بعد درت السنية عند الدور في سادة تاع كولوجيت وفرشة سنان، درت دون لي فريز الفرشات ودرت السنية مليح باش ما يقعدش فيه من الصفوريا، حكيتهم مليح وبعد غسلت فمي. غسلت الفرشات وهذا هو كان روتين تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، لا تنساوش اللايك والاشتراك في القناة. ان شاء الله في الفيديو الجاي، باي.